waxa la dhisay masaajidka 420 sano ka hor baa la dhisay waad qiyaasi kartaa dadka ku soo cibaadeystay ee ahlulaahiga ahaa la yaqaanka ahaa Dr. Maxamed Kaariye oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha masjid jaamaca weyn ee Caynaba Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Salaatu wassalaamu ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam dhamaan walaalaha muslimiinta Soomaalida ah Soomaaliga ku hadla meel walba ka joogtaan daafaha adduunka waan salaamaya waxaan maanta idinla wadaagayaa دسمها مسجد جامعي مقالة عينبا مساجد كاسوا مساجد فعوين ومساجد تاريخ له وحل رسي مساجد كابوقول إيا لباتن سنو كهر بالا رسي وات قياسي كرتادت كسو عباديستي أهل الله كأها ليقان كأها وحا أرضي طلبت علمي إسكيدن بيسي علمي كبرتي مساجد كاسي فعوين دبا لوري سيا والدمية مساجد كي فيس كي هوريونا ماضي كي لبعضنا واقبو قبو فيس كي سدحادو ونسوقيا مساجد كي إلا إمكو حكو بحي لبابا قول إيا لبعضن كون أو دولار لعق كدو باكو بحدي وحا إنو هدي بقول يا أفرتن با إنو هدي shaashada waxaad ka arki doontaan mashruuc cusub oo ku bilaabmay dhismihii hore masaajidka sidoo ay ka isteejada kala duwan ee masaajidku soo maray iyo meesha maanta dhismuhu marayo waxa galabkayga fadhiya walaal qaaligu ah waa walaalkii maxamed macallim xirsi oo sheekhana al-faadil rahimahullah macallim xirsi ayaa masaajidka imaam ka ahaa محمد هو إني كيسي ويان ريم على حرسي آدي مساجد كان أي وقف قاتين العقبة ظن ويقدرين تانا أنا حوجار وه مركب ولا على يالو حمدونا إني المساجد كاسي تاريخ لها أولي بالله يرى هو مساجد كي صدحات لقد السي جي الصوماليين أردن مساجد كفعالة مقالة عينبا عينبا مسجد شامعي أي من دوننا إنه نكوّد قيام قادرنا أن نكبر أن نكون رجاليو خاصة بشر رمضان أو بشي خيركا موسم كي خيركا أن ننيو خير أما والد أن نقدرنا أما إنه أن نقدر صنع وصدق جهاري ويا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قفك إلهي درتي سوو نيدي سو اي الله برحتنانت هاي مساجد اللصا إلهي سبحانه وتعالى قري أيو تنظر وقلسيا وصدق جاري أوكو صعونيسا وعمل خيري أوكو كاهر أي مركات قبر قاد قشو ولا ليال إنه هاو شاسي انت بدن لقسو شقيي العقتا لبضا بقول يكون كوركو ورد عفتي لغو بحيي أينو استيج كاس الدحاد أينو اسكو كاشنو أينو كسو درسنو نمرد حركة قرن أيام مكان الساعات كسود درن دونتان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا ليال وحن رمان تنا هلك كسود قد بيعوا أرن كيا ينسود ني مدد بدن لحد بلاد كسيما باسمه مستشامع ويناء عينوا شري تقريبا بقولي الله وعطنك السندات ولا ليال مساجدكو ميل ونكسن بومريا وحندون إن ولا ليال بشهر رمضان كفايدي سنو ونقول فايدي سنو إلهي درتي إيه لما يستركا مستشامعي وينا إيه مقالة ديك مدع عينا بكويا لي ورنتي ميل ونكسن إنو مريا فيس كي صدحاد وإنو قعان تكوها إنو بلعب ميا إنو كوچرنو لبدي فيس هربا وان كسو ددال لي ما شاء الله تبارك الله وصوبحين إخرشكو دي ان آدي أبنى لغم هاد علنا يا دمان مسلمين تقطيب قادتي ان لسمها مسجد كاس إلهي نوحان وقبر يا إن إلهي ميسان كحسنات كوسارو وحاكلو ينعان وباقى يا دمان ومدى مسلمين تا غارهان صومالي دا ملك استيكون وشي عالم كا إن أي ولا ليال آكسو قيب قادتا وچانس وحويا وتوفيق إلهي نوحان دي كبر يا إلهي دي وافتشيو ان بيت كا إلهي وبيت من بيوت الله وإيه
oo macmuur ah oo muddo badan soo jiray oo la doonayo qarniyo badan inuu sii jiro insha Allahu ta'ala marka walaalayaal in qolqol joog iyo qurbo joogba waxaan aad iyo aad idin ku baaqayaa inaad ka soo qayb qaataan baytka Ilaahay nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna walaalayaal إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا كليه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا ليال كسوق إبغاتا وبيت إلهي عيد له مجرته إلا الله مويانه أنا وحن هاي مسلمين تيقى عن تكوها يسي هاوشا إسوح الغانتي أولي سي سيدتك مسلمين تا ملك استيكونو ليهين مركا ولا ليال إسقارسية قفك استو والد وحب حين أيا بشا بركيسا قفك استو يسوق وحلب حيا قفك استو حنوسا وإلهي درتي دولي يعني لهي عافيه واتي النبي صلى الله عليه وسلم ويري كدوية كين حنوصن صدقة كدوية وماشي ووناك سنيد يلا وبيحيا ماشي صولا ليال وحنادي هذه دي كعد سنة يا ولا ليال وليس بدن بان نصارا فنتي مسوليات بدن بان قابني وان ادد علي وقت بدن بان سيني بيت كالهين والاسمه شغو وحيان هيني بان لوكا ودقني ان الهي درتي ايانو نهوشا اوضنا ولا ليال نصو كالمية ونغرسو قيب قال بيتك إلهي سيدا بركيسان أكو نديسي وكو هالكا كو قران قف كستوبة وحيا دو هالكا كو صوتور إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسناتك هكو صارو وحندونا يا إن شاء الله تعالى مغالكا بشهر رمضان قف كستو عركة ومسلنا وخاصة صومالي أهو كسو قيب قادة ملك استاد كنو شهي إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسناتك هكو صارو إلهي أدونك وحي وليسي كهري الله ربي سبحانه وتعالى هكو خفيفيو وإلهي سبحانه وتعالى بيتك إلهي درتي هكو قصيو أبا القد مدى الدويو يمدى آخرة وصلى الله على سيدنا محمد وبالله توفيق.